اللي كانوا كيتسناو مغاربه. والمفاجاه اللي كانت هي شفنا عيطنا الحمد لله باش يرضي زعما كل شيء باش ما يقولش باش ملي زعما ملي خسروا ولا شي حاجه ما يقولش لا قالك ما جابش الحمد لله. وكنتمناو يفرحونا وحنا معاهم شنو يلعبوا كره حنا نشجعوهم وما عارفين نشجعوهم. ايوا اللي باقي راه والله هما يكملوا من عندهم ان شاء الله. شكرا بزاف لحال بالنسبه للائحه كانت ضخمه. عندنا الدراري مضخمين، عندنا بونو، عندنا حكيمي، مزراوي، ابكار، غانم سايس، ووسط. انا من الاحسن لي لانه لاعب حارس سموه حكيما حاليا، السيد خبره ولاعب لعب مباريات كبارين دابا حاليا. والعوده ديال محمد الله مزيانه، يعني واحد الزياده كبيره غالبا. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله كيبان لي اننا ندوزو للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله يتقاتلوا ويعملوا بالنفس ويموتوا معاهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.